صباح الخير. في كتير أمثال بالتغذية وبرضو إحنا منطبقها ومنحبها بحياتنا. في عنا مثل بقول لك التوم قتال السموم. خلينا نشوف هذا المثل إذا صح، لأنه كتير بنسمع إنه التوم مفيد ورح نشوف رأي الناس فيه. في مثل بقول لك التوم قتال السموم، شو رأيك فيه؟ التوم قتال السموم. والله مثل حلو هذا، كويس. ها، بتحب التومة؟ التومة كويسة لجميع الأمراض. أول شيء بالصيدلية مكتوبة دائما فوائدها، فوائد التومة للضغط، لإشي، للذاكرة، للمعدة، لكل شيء. والله لأنه بنزل الضغط، بنزل للضغطة ولكل شيء بيستعملوه. يعني ممكن أكيد طبعاً أكيد استعمل التوم. طبعاً عريق كتير ممتاز التوم للقولون وللمعدة، وبنظف الأمعاء كتير كتير ممتاز، لأن أنا بعاني من القولون. التوم قتال السموم من المقولات أو الأمثال اللي كتير شائعة وبنسمعها كمان بحياتنا اليومية، وهذا صح جدا. حتى كتير بنحكي للأشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم إنهم ياخدوا التوم ويدخلوه بنظامهم الغذائي، ممكن حتى يشووه أو يدخلوه بالسلطات، لأنه غني جدا بالمواد المضادة للأكسدة، ممكن يساعد إنه يخفف من الدهون وبرضه يقلل من ارتفاع ضغط الدم. برضه في عنا مثل تاني شائع ولكن مش كتير بالأردن، يمكن بمصر وبإفريقيا، بقول لك المثل كلي جميزة وتينة واسرحي على المدينة، ولا تاكلي لحم سمينة وتنامي عليها حزينة. لأنه اللي بده يأكل لحم سمين وينام معناته صبح تاني يوم على المستشفى. يعني إنه الواحد ما يتقل بالعشاء كتير، أهم شيء ما يتقل بالعشاء. طبعاً الجميز للي ما بعرف اللي هو نوع بعطي ثمر زي التين، زي التين الموجود عندنا، فهو نفسه الجميز. هلا هذا المثل بنحكى انه لازم ناكل خفيف، وبرضه بعد ما ناكل نتمشى وما نضلنا نايمين، وما ناكل وجبات دسمه لانه عم تحكي لحم سمينه، وبرضه ننام، يعني كنايه انه احنا ما ناكل وجبات ثقيله وننام بعدها مثلا، عشان ما يصير في عندنا تخمه، ارتداد مليئي او مشاكل صحيه. مثل حلو وبرضه ممكن ناخده عبره في تطبيق نظامنا الغذائي ونصائحنا الغذائيه في حياتنا اليوميه.